نبدأ دلوقتي مع بعض على طول في الطاقة الكهربائية. عايزين نعرف يعني ايه طاقة كهربائية في الأول. لو جيت قلت لحضرتك ان انا عندي دايرة كهربائية بالشكل ده كده، تمام؟ الدايرة الكهربائية دي عبارة عن مجموعة من المقاومات، تمام؟ بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تمام؟ انا عندي هنا في حاجتين، في حاجة مصدر للطاقة وفي حاجات بتستهلك الطاقة الكهربائية. مصدر الطاقة قدام حضرتك هو البطارية، يعني البطارية هي اللي بتمد الدايرة دي بالطاقة، تمام؟ طب ايه اللي بيستنفذ الطاقة وايه اللي بيستهلك الطاقة؟ اللي بيستنفذ الطاقة وبيستهلكها هو الايه؟ هو المقاومات، يعني هنا مقاومة، وهنا مثلا مقاومة ار واحد، هنا مقاومة ار اتنين، هنا مقاومة ار تلاتة، تمام؟ المقاومة ار واحد دي بتستنفذ جزء من الطاقة اللي طالعة لي من البطارية، والمقاومة ار اتنين بتستنفذ جزء من الطاقة، والمقاومة ار تلاتة بتستنفذ جزء من الطاقة. الطاقة انا برمز لها بالرمز W. طيب حضرتك كده تذكر ال W دي جت منين قبل كده او شفتها فين قبل كده. هتبص تلاقي نفسك وانت بتحسب فرق الجهد في الدرس الاول كنت بتقول ان فرق الجهد بيساوي ال W على الكيو. فال W دي كنا بنقول عليها الشغل المبذول، هي الشغل المبذول او الطاقة الكهربية المستنفذة في المقاومات او في الاجهزة. فلما تيجي دلوقتي تطلع لي قانون لل W هتضرب ال V في الكيو، يعني لو ضربت طرفين في وسطين كده ال W في واحد وال V في الكيو، يبقى ال W هتساوي ال V في مين؟ في الكيو. يبقى ال W هتساوي ال V في الكيو. طيب انت تعرف كمان ان ال V من قانون اوم كانت بتساوي ال I في ال R، والكيو طبعا انت كنت واخد برضو قانون قبل كده ال I بيساوي الكيو على ال T، فانت لو عايز تجيب الكيو، الكيو هتبقى بتساوي ال I في ال T، تمام؟ فالكيو بتساوي ال I في ال T. لو ركزت كده معايا هتبص تلاقي ان في هنا شد التيار وشد التيار، شد التيار في شد التيار هيدي حضرتك اي تربيع في ار في تي. طبعا ده اول قانون للطاقه الكهربائيه المستنفذه، وده تاني قانون اهو الاي تربيع في الار في التي. كمان بقى لو حضرتك جيت وخدت الاي تربيع انت كنت عارف ان الاي بتساوي الفي على الار، فلو شلت الاي وحطيت مكانها في على ار ادي في على ار، طبعا ده اي تربيع يبقى في تربيع على ار تربيع في الار في التي. الار اللي موجودة عندك دي هتروح مع التربيع اللي تحت، هيتبقى لحضرتك على طول الفي تربيع على الار في التي، وده قانون ثالث للطاقة الكهربية. طب عايزين نستنتج قانون رابع كمان، انت معاك الفي تربيع على الار، طب ما انت برضو عارف ان الار بتساوي الفي على الاي، فلو جيت هنا الفي تربيع زي ما هي شلت الار بقى اللي تحت دي وحطيت مكانها في على اي، تمام؟ في التي مقام المقام بيطلع بسط، يعني هناخد الاي اللي موجوده تحت دي ونطلعها في البسط فوق، يبقى دي اي، تمام؟ نمسح بقى الاي دي من هنا، يبقى كده اصبح عندك في تربيع في اي على في في تي. طيب التربيع يروح مع الفي، هتستنتج في الاخر ان في في اي في تي دي وحده الايه؟ دي وحده الطاقه الكهربائيه. طب انت كنت واخد قبل كده يا باشمهندس ان الجول ده وحدة الطاقة الكهربائية، دلوقتي بقى تعرف ان الجول بيكافئها حاجات كتيرة جدا. انا لو قلت الدبليو هي الجول هتبص تلاقي الفي فولت والكولوم كيو والكولوم سي، تمام؟ يبقى الجول كده بيكافئ ايه؟ بيكافئ الفولت في الكولوم. طيب من هنا برضو لو جيت قلت هنا جول، الدبليو طبعا جول، الاي تربيع تبقى امبير تربيع، والار اوم، ودي ثانية، يبقى عند حضرتك الجول برضو بيكافئ الامبير تربيع في الاوم في ثانيه. طب من القانون اللي تحت ده الفي تربيع على ار في تي يبقى فولت تربيع في ثانيه على مين؟ على اوم، وهكذا. طب من هنا هيبقى فولت في امبير في ثانيه، كل دي وحدات بتكافئ ليه؟ بتكافئ الطاقه الكهربائيه. يبقى يعني ايه طاقه كهربائيه يا جماعه؟ الطاقه الكهربائيه ديت مقدار الطاقه اللي بتستهلك داخل المقاومات او بتستنفذ داخل المقاومات، ده دراستك. يعني انت لو جيت تخيلت انك انت عندك بيت او دايره كهربائيه، الدايره الكهربائيه دي او البيت ده مكون مثلا من مصباح كهربي، في مصباح كهربي، جيت لقيت مثلا هنا في مثلا ثلاجه وانت راسمها على شكل مقاومه، المصباح الكهربي ده بيستهلك طاقه معينه، ومثلا الثلاجه بتستهلك طاقه معينه، ولو في اي جهاز ثالث برضه هتلاقيه بيستهلك طاقه معينه، تمام؟ فالطاقه دي كلها بنستمدها منين؟ بنستمدها من المصدر. طيب كل ما الجهاز بيزيد تشغيله بيزيد وقت تشغيله، كل ما بعرف على طول ان الجهاز ده هيستهلك طاقة اكبر. بمعنى صح انك انت لو مشغل مصباح كهربي في البيت
لو سايب المصباح ده فتره قصيره هيستهلك طاقه صغيره، طب لو سايبه فتره كبيره هيستهلك طاقه ايه؟ طاقه كبيره. يعني علاقه الدبليو بالتي علاقه طرديه على طول. يبقى عندك الاربع قوانين اهو، هنستنتجهم كده، هنكتبهم تاني كده في جنب. الدبليو بتساوي الايه؟ بتساوي الفي في الكيو، ده اول قانون. عندك الدبليو كمان بتساوي الاي تربيع في الار في التي. عندك كمان الدبليو بتساوي الفي تربيع على الار في التي. عندك كمان الدبليو بتساوي الفي في الاي في التي. دي كلها قوانين للطاقه الايه؟ للطاقه الكهربائيه. تعال نعرف يعني ايه قدره كهربائيه يا جماعه. القدره الكهربائيه احنا بنرمز لها بالرمز بي دبليو، تمام؟ والوحده بتاعت القدره الكهربائيه حاجه اسمها الوات، وبنرمز للوات بدبليو وفي بعض الاحيان دبليو تي. طيب القدره الكهربائيه بتساوي ايه؟ قال لك الطاقه الكهربائيه على الزمن. طيب انت من هنا بقى لما كنت بتيجي تعمل تعريف كنا بنقول ان البي دبليو ممكن تكون بتساوي الدبليو، بس بشرط ان المقام يكون بكام؟ بواحد ثانيه. يبقى لو انا عايز اعرف القدره الكهربائيه هقول هي الطاقه الكهربائيه المستنفذه، تمام، خلال واحد ثانيه، تمام. يبقى الطاقه الكهربائيه هي القدره الايه؟ القدره الكهربائيه هي الطاقه الكهربائيه المستنفذه خلال واحد ثانيه. طيب احنا قلنا ان البي دبليو بتساوي الدبليو على التي. طب تعالى كده ركز معايا، البي دبليو لما احط في في كيو على تي، تمام، ده اول قانون. تاني قانون لحضرتك، مفروض تحط برضو الطاقه الكهربائيه وتقسمها على تي. الطاقه الكهربائيه كانت اي تربيع في ار في تي واقسمها على تي، فتبص تلاقي التي راحت مع التي، يبقى البي دبليو تساوي الاي تربيع في الار، تمام. طيب تالت حاجه، فكان عندك الطاقة الكهربية بتساوي الفي تربيع على ار في تي، يبقى في تربيع على ار في تي، ولما اجي اقسم كل ده على تي، تي تروح مع التي، اذا هيتبقى لك برضو الفي تربيع على الار. طيب كان عندك برضو قانون كمان للطاقة الكهربية، الفي في الاي في التي، يبقى دي في في اي في تي، واقسم كل الكلام ده على مين؟ على التي، تي تروح مع التي، يبقى بتساوي الفي في مين يا جماعة؟ الفي في الاي. من هنا بقى انت عرفت ان الطاقه الكهربائيه بتساوي الاي تربيع في ار، ادي اول قانون. تاني قانون الفي تربيع على ار. تالت قانون الفي في مين؟ الفي في الاي. يبقى دي كلها قوانين للقدره الكهربائيه. القدره الكهربائيه زي ما احنا عارفين الوحده بتاعتها وات زي ما قلنا. طب انا عايز اعرف الوات بيكافئ ايه؟ اي تربيع يعني امبير تربيع، في الار الوحده بتاعت الار هي الاوم، في تربيع على ار يبقى فولت تربيع على اوم، تمام، هي بالظبط فولت تربيع في اوم سالب واحد. طيب الفي في الاي، الفي يعني فولت في امبير، يبقى دي كلها وحدات مكافئه للايه؟ للقدره الكهربائيه، تمام. بيجي لك سؤال مشهور جدا هنا، كان بيجي لنا زمان على شكل نظري، بيقول لحضرتك انك انت لو عندك علبه او مصباح كهربي بتشتريه بتلاقي مثلا مكتوب عليه 25 واط ومثلا 180 فولت، وبيقول لك الكلام ده بيعني ايه يا جماعه؟ الكلام ده بكل بساطه بيقول لك ان المصباح الكهربي ده هنقول له هذا يعني ان المصباح الكهربي بيستهلك ايه بالظبط؟ هو ما بيستهلكش بقى 25 واط، هو بيستهلك 25 جول. احنا قلنا ان القدره الكهربائيه هي طاقه بس في ايه؟ في زمن قدره واحد ثانيه، تمام. يبقى المصباح الكهربي ده بيستهلك 25 جول في زمن قدر واحد ثانية، بس امتى؟ عندما يكون فرق الجهد بين طرفي 180 فولت. كده خدنا القوانين بتاعت الطاقة الكهربية والقدرة الكهربية. هنبدأ دلوقتي نتمرن على الطاقة الكهربية وعلى القدرة الكهربية بالتفصيل. يلا بينا نشوف امثلة على الطاقة الكهربية والقدرة الكهربية، ونتعلم ازاي بنحل عليها وازاي بنعمل علاقات ما بين القدرة الكهربية وما بين الايه؟ وما بين المقاومة الكهربية. دلوقتي هنشوف مع بعض افكار القدرة الكهربية. افكار القدرة الكهربية بتتوقف على طريقة التوصيل غالبا. يعني انا دلوقتي لو عندي مصباح كهربي، ده مصباح، المصباح ده
والمصباح ده الاتنين متصلين مع بعض توالي، الاتنين مصدر الطاقة ليهم واحد، ولكن طريقة توصيل المصباح الأولاني مع المصباح التاني توالي. أنا طبعا لو جاي بقولك عايز القدرة المستهلكة أو القدرة بتاعة المصباح الأولاني وعايز القدرة بتاعة المصباح التاني. الأول لازم تكون عارف إن في حاجة اسمها القدرة الكهربية، وخدنا القدرة بالتفصيل. القدرة الكهربية دي علاقتها بالإضاءة، بإضاءة المصابيح علاقة إيه؟ طردية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المصباح اللي هلاقي قدرته كبيرة أعرف على طول إن شدة الإضاءة بتاعته عالية. طيب بكل بساطة يا دكتور، حضرتك دلوقتي أنا عندي قوانين كتيرة جدا للقدرة، أنا عندي إن البي دبليو بتساوي الأي تربيع في الآر، أدي قانون، الفي تربيع على الآر، الفي في الأي، الدبليو على التي، دي كلها قوانين للقدرة الكهربية وكنا لسه واخدينها مع بعض من شوية. طيب أنا كطالب هعوض في أنهي قانون فيهم، أو هيجي في دماغي أشتغل بأنهي قانون؟ تمام؟ هقول لحضرتك، هي كل القوانين لو عندك المعطيات كلها دي متاحة معاك، كل القوانين هتطلع لك نفس الناتج. لكن لو انا عايز اقارن ما بين القدره او ما بين الاضاءه بتاعت المصابيح، دايما بشوف طريقه التوصيل. لو المصابيح متصله مع بعض توالي، انا عارف ان اللي ثابت في التوالي شده التيار، يعني هبص الاقي التيار اللي هيخش في المصباح الاولاني ولا يدخل في المصباح الثاني، يبقى استخدم على طول القانون اللي فيه الايه، اللي فيه شده التيار اللي هو ده. يبقى هنا لو جينا نشتغل البي دبليو هتساوي الاي تربيع في الار. انت كنت لسه بتكلمني حالا على ان شده التيار في حاله ان المصابيح متصله مع بعضها توالي شده التيار بتكون ثابته. طب معنى ان شده التيار بتكون ثابته يعني المقدار ده كده كله على بعضه ثابت، فبالتالي انت تقدر تعمل علاقه دلوقتي ما بين البي دبليو وما بين الار. تمام؟ يعني بتشوف العلاقه ما بين البي دبليو والار هتبقى علاقه طرديه، يعني المصباح دلوقتي اللي مقاومته كبيره هتلاقي قدرته الكهربيه كبيره وبالتالي اضاءته ايه كبيره. يعني انت مثلا لو معاك الار واحد ده بخمسة والار اتنين ده مثلا بستة اوم، تمام؟ يبقى على طول اذا ها اضاءة المصباح ار اتنين اللي مقاومته ار اتنين اكبر من اضاءة المصباح اللي مقاومته ايه ار واحد. يبقى في حالة التوصيل على التوالي شدة التيار ثابتة، فبستخدم القانون ده. بما ان شدة التيار ثابتة، اذا اقدر اعمل علاقه ما بين الار ومين، الار والبي دبليو. البي دبليو والار في الحاله دي هتكون علاقتهم ببعض علاقه طرديه، يعني المقاومه الكبيره يا جماعه، المقاومه الكبيره ابص الاقي قدره المصباح، القدره المصباح بتاعها ايه كبير، القدره اللي هي البي دبليو هنبص الاقيها كبير. تمام؟ يبقى العلاقه ما بين البي دبليو والار علاقه طرديه. يبقى في حاله ان التوصيل توالي وبعمل مقارنه ما بين المصابيح، لازم على طول استخدم القانون اللي فيه اي تربيع. طيب تعال نشوف كده الفكره الثانيه، فكره بسيطه برضو. لو عايز اقارن ما بين اضاءه المصباح الاولاني ده واضاءه المصباح الثاني ده، هو المصابيح متوصله مع بعض على التوازي، وانت عارف طبعا ان في حاله التوصيل على التوازي يا دكتور مين اللي ثابت؟ فرق الجهد. فتلاقي فرق الجهد بتاع المصباح الاولاني لو في، فرق الجهد بتاع المصباح الثاني برضو هيكون ايه، هيكون في. تمام؟ بما ان فرق الجهد ثابت، يبقى حضرتك على طول تروح للقانون اللي فيه فرق الجهد ثابت ده، فهتكتب قدام سعادتك كده البي دبليو بيساوي الفي تربيع على الار. انت لسه مكلمني دلوقتي ان الفي تربيع دي ثابته، الفي تربيع دي ثابته. طيب طالما في حاجه ثابته، يبقى الاثنين التانيين لو واحد اتغير التاني هيتغير معاه، بس العلاقه ما بين البي دبليو والار هنا علاقه ايه، علاقه عكسيه. يعني المصباح اللي مقاومته كبيره قدرته قليله وبالتالي اضاءته ايه، اضاءته قليله. يبقى احنا مثلا لو جينا هنا الار واحد كانت هناك بخمسة، تمام، بخمسة اوم، والار اتنين هنا بستة اوم. تمام؟ طيب اذا ار اتنين هنا ها مالها بقى؟ طالما الار اتنين كبيرة يبقى قدرته صغيرة وبالتالي شدة اضاءته اقل من ار واحد. تمام؟ يبقى علاقة القدرة الكهربية، علاقة القدرة الكهربية بشدة الاضاءة علاقة طردية. المصباح الكهربي اللي قدرته كبيره اعرف ان شده اضاءته كبيره، المصباح الكهربي اللي قدرته قليله اعرف ان شده اضاءته قليله. في حاله المقارنه دايما لازم ابص على العلاقه او طريقه التوصيل بتاعه المصابيح. لو لقيت المصباحين متوصلين مع بعض توالي، يبقى شده التيار ثابته، يبقى تستخدم القانون اللي فيه شده التيار. يبقى الاي تربيع ثابته، يبقى علاقه الار بالبي ده علاقه طرديه. طب لو توصيل المصابيح توازي، يبقى تستخدم العلاقه اللي فيها الفي تربيع على الار، الفي تربيع ثابته،
إذن الآر والبي دبليو هتبقى العلاقة ما بينهم علاقة إيه؟ عكسية. يبقى هنا لما تيجي ترسم العلاقة هترسم العلاقة بالشكل ده كده، البي دبليو تمام، وهنا الآر، هتلاقي العلاقة ما بين الاتنين إيه؟ علاقة عكسية. طيب خدنا فكرتين البساط دول، يلا بينا ناخد بقى الإيه؟ المسائل على طول. دلوقتي ناخد امثله ونطبق على القدره الكهربيه. اول مثال مع حضرتك، مديك ثلاث مصابيح، المصباح الاولاني اسمه اكس والثاني اسمه واي والثالث اسمه زد، وبيطلب من حضرتك دلوقتي انك تقارن لي ما بين قدره المصابيح الثلاثه دول مع بعضها البعض. طيب دلوقتي يا جماعه انا محتاج اعرف، هو قال لك دلوقتي ان كل المصابيح دي ايه؟ متساويه، او كل المصابيح دي متماثله. يبقى الار هنا لو افترضت ان ده مقاومته ار، يبقى ده كمان مقاومته ار، يبقى اللي تحت كمان مقاومته ايه؟ مقاومته ار. طيب الاثنين اللي فوق دول مع بعض توالي، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم 2 ار، والمقاومه المكافئه بتاعت اللي تحت ده ار، تمام. انت لو جايب تيار هنا هتبص تلاقي مثلا ان لو التيار اللي دخل فوق ده دي 2 ار، لو خدت اي اللي هنا دي تاخد 2 ار، تمام، لان انت عندك التيار لما بيجي يتوزع، طبعا انا جاي لي التيار هنا اسمه اي ايكوال مثلا، تمام، تيار اي ايكوال ده اتجزا، جزء دخل فوق وجزء دخل تحت، التيار الصغير بيمر في المقاومه الكبيره، التيار الكبير بيمر في المقاومه الايه؟ الصغيره. فالمقاومه اللي فوق ضعف المقاومه اللي تحت، يبقى يمر فيها تيار نص التيار اللي هيمر تحت. تعالى كده بقى نجيب مع بعض القدره الكهربيه، البي دبليو اللي في اكس تمام هتساوي فوق اي، اي تربيع في ار، تمام. طب البي دبليو بتاعه الواي هتبص تلاقي برضو تساوي اي تربيع في ار. طب تعالى كده مع بعض نجيب البي دبليو بتاعه الزد، البي دبليو بتاعت الزد بكل بساطه مع حضرتك هتلاقيها بتساوي اللي الاي تربيع هنا عندك، لما تربع الاي تربيع 2 تربعها ب 4 والاي تربعها باي تربيع، يبقى 4 اي تربيع في ار برضه. طب تعالى بقى نحط النسب دي كده تحت بعضها، البي دبليو اكس اهي قلنا اي تربيع في ار، البي دبليو واي اي تربيع برضه في ار، البي دبليو زد 4 اي تربيع في ار. لو قسمنا التلات نسب على اي تربيع في ار، هنبص نلاقي الاي تربيع والار بتروح مع الاي تربيع والار بتروح مع الاي تربيع والار، يبقى النسب هنا تبقى الواحد الى واحد الى اربعه. ادي حل المساله بكل بساطه، مسائل القدره مسائل بسيطه جدا. طيب لما تيجي تشتغل في المثال اللي بعد كده، الراجل طالب منك هنا المقاومه الكليه، هو مديك قدره المصباح الاولاني ومديك قدره المصباح الثاني، طيب ومديك فرق الجهد الكلي، ما هو فرق الجهد الكلي في حالة التوازي هيروح هنا 220 زي ما هو وهنا 220 زي ما هو، تمام؟ هنا 220 فولت وهنا 220 فولت. أنا عارف إن مثلا لو المصباح ده رقم واحد والمصباح ده رقم اتنين، أنا عارف إن البي دبليو للمصباح الأولاني بتساوي الفي تربيع على الآر. طيب من هنا بقى لما نيجي نعوض، البي دبليو واحد كانت معاك ب 40، يبقى ده 40 بيساوي الفي تربيع يعني ب 220 تربيع على الايه؟ على الار. اذا من هنا قيمه الار هتساوي لما اطلع الار فوق وانزل ال 40 تحت 220 تربيع على 40، ومن هنا حضرتك تكون جبت الار واحد، تمام. طيب عايز تجيب البي دبليو 2، البي دبليو 2 هتساوي الفي تربيع على الار 2، الار 2 اهي مع حضرتك، انت محتاج دلوقتي تجيب الار 2 برضو. البي دبليو 2 هو مدالك بكام؟ مدالك ب 80، يبقى من هنا كده ادي 80 بيساوي 220 برضو تربيع على ار 2. انت لو عايز تجيب الار 2 بتساوي الار 2 هتساوي كام بقى يا دكتور؟ هتساوي 220 تربيع على 80، تمام. من هنا تبقى انت جبت الار 2، ومن هنا تبقى انت جبت الار 1. الار 1 والار 2 متصلين مع بعض توازي، بقى الار الكليه بتاعت الدايره اللي هي الار توتال او ار ايكوال او ار شرطه هتجيبها حاصل ضربهم على مجموعهم، ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. اتمنى الناس تكون فهمت الدرس كويس وفهمت يعني ايه قدره كهربيه ويعني ايه طاقه كهربيه، وبدانا كده نتعود على طريقه الحل بتاعه الطاقه الكهربيه والقدره الكهربيه. ان شاء الله في فيديوهات تانية بالتفصيل هناخد فيها حل على الدروس. بنعتذر عن تاخير تنزيل الحلقات، لكن ده للانشغال. باذن الله هنحاول على قد ما نقدر ننزل الحلقات بانتظام بعد كده وننزل المنهج كله كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا معاكم جميعا.